وحياتي خليك معايا شوي، اقعد اتعشى معايا، ده انا عامل لك العكاوي اللي انت بتحبها. انت عارفه الليله ليله نعمه الله، وبعدين ده اللي جاي مخصوص عشان اطمن عليك. طمنيني يعني، مفيش حاجه في السكه يعني؟ يهمك قوي. امال يهم مين يا روح قلبي؟ انت مش عايز تقعد معايا؟ احنا مش اتفقنا ما حدش يجور على نصيب غيره؟ وبعدين بس انا عايز اطمن اذا كانت امينه رجعت عند عمتها ولا لا. ليه، هو في حاجه؟ لا مفيش، بس الواد سعيد عاوزها ضروري في حاجه تبع المدرسه. ما تشوفيها رجعت ولا لسه؟ لا يا متولي، انت قلقان تكونش يا اخويا زعلتها؟ وحياتك ابدا، انا هزعل امينه ليه؟ امينه دي زي النسمة. وانا زي ايه يا حاج؟ انت مالكيش زي ابدا. انا لو لفيت الدنيا كلها ما كنتش هلاقي زيك. انا من اول ما شفتك، فاكره لما طلبت مني كوبايه ميه وقفت جنبي كده قلت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه من ساعتها رحت نطه مستربعه جوه قلبي. روحي بقى شوفي امينه رجعت ولا لسه. حاضر. ماما جت، ماما جت. استنى بس يا سعيد، استنى. هي امينه جت يا ام ابراهيم؟ ابدا يا ست نعمه، انا معرفش ايه اللي اخرها كده. ربنا يجيب العواقب سليمه. زي ما رجعتش لحد دلوقتي، يكونوا قدروا يأثروا عليها؟ معقول؟ ست أمينة جت، ست أمينة جت. عندي على السلام. ازيك يا أم إبراهيم؟ حبيب قلبي. ازيك يا حبيبتي؟ أخدتك زي يا أمينة، شغلتينا عليكي. هو الحاج رجع؟ أيوه، قاعد عندي بقاله ساعتين، الراجل هيوجع عليكي. ليه بس؟ اتأخرتي ليه يا أم أمينة؟ معلش يا حبيبي معلش. قولي لي يا ام ابراهيم، عشيتيه ولا لا؟ ما رضيش يتعشى الا لما انت تيجي، والست نعمه طالما ما رضتش تروح شقتها الا برضو لما ترجعي. جرى ايه يا جماعه؟ قلقانين ليه؟ هو انا كنت تايهه؟ قاعده مع عمتي، عارفين بتحب ترغي. انا اصلا افتكرت يكون الحاج زعلك ولا حاجه يا امينه. الحاج؟ هو الحاج بيزعل حد ولا حتى فكر يتجوز علينا؟ طيب اروح انا على شقتي واطمنه، احسن زمانه دلوقتي ايه قايد نار. شاكره يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا ولا اجيلك ابدا في قلق. مع السلامه. وانت من اهل اكلي الحاج كويس. تعالى قولي ازاي ما تاكلش الغايب دلوقتي كده؟ عايز نزعل منك ولا ايه؟ ده بابا اتكلم ثلاث مرات في التليفون وبيسال عليكي. وانا رديت عليه؟ يا نور عيني. ايه؟ ما قلتلكيش حاجة؟ بخصوص ايه؟ بخصوصي، يبقى بخصوصي يعني اتأخرت عند عمتها ليه ده كله؟ ما افتكرش يا متولي انها قالت لي حاجة مهمة. طب اعملي لي كوباية شاي بإيديك الحلوين دول. بقولك ايه؟ أنا الفار بيلعب في عبي، حاسة إن أنت مخبي عني حاجة يا أخويا. بخصوص ايه بس؟ بخصوص أمينة طبعًا. ازاي موافقة تقعدي معاه بعد ما اتجوز عليك اتنين؟ الراجل ده لازم تطلبي منه الطلاق.
بسم الله ما شاء الله. مش قادر اقول طالع شبه مين، ملامحه لسه ما نطقتش. ليه يا حاج؟ ده كلهم بيقولوا لي انه الخالق الناطق انت. لا انا عايزه يطلع شبهك انت. ليه بقى؟ ليه مش عارفه ليه، عشان يطلع حلو زيك. اوعى كده، انا خصمك. ليه بس يا روح قلبي؟ بقى تكروتني يا حاج في شهر العسل، تقعد معايا 10 ايام بس وتقعد مع البت دي اسبوعين بحالهم. هو بالكتره انت اصلك ما تعرفيش. لا انت بتضحك عليا. يخص عليك يا نعم، يخص عليك. ايه مش مصدقاني؟ طب بقول لك ايه، انتوا عملتوا ايه هناك يا حاج؟ عملنا ايه يعني؟ مضينا الوقت كله في الحسابات يعني، شيل المبلغ ده حط المبلغ ده، دماغي ورمت من الجمع والطرح يعني. مش قلت لك جوازة مصلحة؟ جري يا ام مكرم، مش حنام ولا ايه؟ يلا. وبعدين يا طلعت بيه؟ انت هتفضل قاعد كده؟ بصراحة بقى احنا مش عارفين نشتغل، زبايننا كلها بدأت تطفش وتروح على محلات الواد متولي. هنعمل ايه يا شوقي؟ لا حيلة في الرزق، ودي ارزاق. لا مش موضوع ارزاق وبس يا طلعت بيه، بصراحة بقى احنا مقصرين. نعم مقصرين. تمام مقصرين يا طلعت بيه. مقصرين يعني ايه؟ احنا بنشتغل في صنفين ثلاثة أربعة، الواد متولي بيشتغل في 20-30 صف، ده غير بقى الحاجات التانية اللي بيجيبها من بره. ما هو محتكر الأصناف دي ومحدش بينافسه فيها. الله، يعني بقى احنا نقعد نتفرج عليه طلع بيه؟ ده خالك الحاج سلام الله يرحمه ما كانش يهدى له بال أبدا لما يعرف إن في حد تاني في السوق عنده صنف مش موجود عنده. كان إيه؟ يقب ويختص لحد ما يجيب الصنف ده، ولما يجيبه بقى كان يبيعه كمان بأقل من أي سعر في السوق. الله يرحمه، احنا اللي كنا مقصرين معاه، لا بنروح له ولا نتعلم منه. القصد انت عاوز تقول ايه؟ نضرب السوق. نضرب السوق ازاي يعني؟ لا ازاي دي بقى يا طلع بيه، عايزه تكتكه شويه وقاعده على الروقان بره المحل. خلاص بعد ما تشطب الشغل تعالى اتعشى عندنا في البيت وبعدين نبقى نقعد نتكلم. السلام عليكم يا سيد. اهلا في شلبي. امال الحاج فين؟ جاي حالا، هو في مشوار جنب مننا كده وجاي على طول. طب ما تقعد تشرب حاجه. لما يجي بقى ما تعرفش بعت لي ليه؟ اصل رجعت البيت لقيت وسيب لي خبر. ايه؟ دخلت عليك؟ لا ابدا. طب تعالى. تشرب ايه؟ اشرب شاي. شاي الاستاذ شلبي، السكر لوحده والقهوه بتاعتي. حاضر يا حاج. شوف بقى انا هجيب لك من الاخر، انا بصراحه خدت مخزنين كبار ومش ممكن امن حد عليهم غيرك انت. ما قلت لك يا متولي انا ماليش في الشغلانه دي. ليه؟ هي شغلانه عويصه، كل اللي هتعمله هتايد اللي داخل وتايد اللي خارج، واللي انت عايزه هدفعه لك، مش هنختلف. عيب يا راجل، مفيش بين الصحاب حساب. لا الصحاب حاجه والشغل حاجه، لازم تاخد حقك. يعني انت مصر على الحكايه دي؟ انا محتاجك جنبي يا شلبي بجد. وبعدين انا مش عاجبني الحال اللي انت فيه، مراتك اشتكت لي اكتر من مره. يا راجل دوليه ما يملاش عينها الا التراب. لا هي معاها حق بقى، من حقها تعيش. ايه قلت؟ ايه انا حوافق، بس مش عشان خاطر مراتي، عشان خاطر الاخوه اللي بيننا. ونعمل اخوه يا شلبي. ايه عايز مني كام بقى؟ فهيمة. ايوه يا ست مديح. روحي بسرعه نادي نادي ستك امينة على انها انا تعبانه، خليها تجيلي بسرعه. حاضر. الف سلامه عليك يا ست. يلا يلا بسرعه. ازاي الحال يا شطار؟ انا خلصت يا طعم. انا مبسوطه منك على فكره، سعديه اشطر واحده. يعني سعديه اشطر من سعيد؟ ده سعيد بيطلع التالت. بس يا بنت انت وياه عاوز اذاكر الدكتور يا استاذ. بس يا بنات خلي الاستاذ يذاكر. يلا خلصوا خلصوا لغايه ما اشوف مين. ست امينه، الست مديحه عايزاكي ضروري. مديحه؟ يا ترى خير؟ على مين يا حبيبتي؟ على مين؟ ما تقلقيش
افردي ضهرك بس، هعمل لك حاجه سخنه ولا عصير وهتبقي زي الحصان. دايخه قوي قبل امينه ونفسي غم عليا. دايخه ونفسي غم عليكي؟ اذا ما كانش برد يبقى زي ما انا حاسه اعراض حمل. تفتكري يعني زي ما بسمع؟ على العموم هكلم لك الدكتور وهو يطمنا. طب ايه رايك لما اكلم ماما تيجي؟ وتقلقيها ليه؟ احنا نكلم الدكتور ولما يطمنا نبقى نكلمها. مبروك يا توتر. ميرسي يا يا ترى لما الحاج يعرف هيفرح قد ايه؟ ليه ما بتفتحيش ليه؟ يا حاج الدكتور مع الست مديحه جوه. دكتور ليه مالها؟ مش عارفه. مش عارفه؟ طب مين مع الدكتور جوه؟ الست امينه. ايه امين؟ مبروك يا حاج، المصريين هيزيدوا واحد. مبروك الست حامل. الف حمد والف شكر. السلام عليكم. شاكرين يا دكتور. الف مبروك يا حبيبتي. الف الف مبروك. عقبال ما تقومي بالسلامه. انت عرفتي حبيبي؟ اه. الدكتور وأمينة بشروني. ما هي أمينة دي دايما تبشرني بالبشارة الحلوة. وأنا بشاري وحشة ولا أنت ما بتحبش غير قبل أمينة؟ يا بنت بلاش دلع، أنت عارفة أنت غلبتك عندي قد إيه. حتى لو بتحب قبل أمينة أكتر مني أنا مش هزعل، عشان أنا بحبها قوي ومتأكدة أنها بتحبني هي كمان. الحمد لله. طمنتي والدتك؟ يا متولي فكرتني، من فضلك كلمها وقول لها. التليفون هنا؟ لا بره. أمينة، أنا هكلم والدتها أطمنها وهنزلك على طول. لا، خليك النهاردة معاها علشان المولود يطلع شبهك. لا، الليلة جدولك، أنا هقول أمها تيجي تبات معاها وهنزلك. في الظروف اللي زي دي هي محتاجاك أنت، خليك يا متولي. أصيلة يا أمينة، ربنا يبارك لك، أنا لو لفيت الدنيا ما لقيش ضفرك. وبعدين ولا يهمك، أنت الغالي، أنت اللي قاعد في قلبي متربع. ده كور يا حاج. يا حماتي ابشري، هتبقي جدة. قاعدة جميلة، هوا يرد الروح. ده انت لمؤاخذة طلعت بيه، اللي زيارتك عندي ملاش تمن. الله يخليك. قول لي بقى كنت عاوز تقول لي ايه؟ هات كل ما عندك. بصراحة بقى طلعت بيه، انا صعبان عليا حالك وحال اخواتك. ليه؟ المفروض انك تتحركوا شوية، يعني انا خايف لمؤاخذة الشغل ينام اكتر ما هو نايم. يعني عايزني اعمل ايه اكتر من كده يا شوقي؟ ده انا معسكر في المحل ليل ونهار، مش مقصر في اي حاجه. ما هو مش بلو عاده طلع بيه، دخلك الله يرحمه ما كانش يقعد في المحل اكتر من ساعتين، وبقيت اليوم يلف زي النحله يدور على ايتها شغلانه ياكل منها لقمه عيش. وانا لقيت شغل فوق اللي عندي وقلت ما اخدش منه. ما انت عارف متولي مقفل علينا السوق وبيشتغل في كام صنف ما حدش غيره بيشتغل فيهم. الله، ليه يعني؟ لما أخذ هو بيدفع فلوس واحنا بناخد بضاعة ببلاش. يا شوقي المسألة مش مسألة فلوس، حاج متولي في ناس سندين وبيدوله كل حاجة. كده هو لله لله يعني؟ هو في حاجة لله لله؟ دول نسايبه قرايب مراته. مراته؟ أني واحدة فيهم لما أخذ؟ ده أنا سامع إن بقى عنده ثلاثة دلوقتي. ما أنت متجوز اتنين التراخر. وما تفكرنيش أطلع بيه، آدم عن آدم يفرق. ليه؟ يا الزوجة التانية دي مش بتكسب كويس من حكاية الزهر؟ الصيت ولا الغنى طلع بيه، يا دوب اللي جاي مكفي مصاريفها هي
ومصاريف مدارس العيال. المهم قول لي ايه هي الفكره اللي عندك. شوف بقى طلع بيه. ايوه. انا عايز حضرتك انت واخواتك تنشنوا على صنفين ثلاثه في السوق يبقوا بتوعكم انتوا بس. تحتكروهم يعني. ايدي على كتفك بس هنجيب البضاعه دي منين؟ منين؟ من نفس الحته اللي بيشتري منها متولي. الله. اذا كان هو بيدفع فلوس احنا كمان هندفع وندفع اكتر منه. يا اخينا انت بتفهم ازاي؟ بقول لك قرايب مراته وفيهم واحد مهم بيسهل له كل حاجه. القرش ملوش قريبه طلع بيه. مصلحتي ابدا من اخويا. قصدك ايه بقى؟ زي ما قلت لك كده طلع بيه. تنشنوا على صنفين ثلاثه ويا ريت يكونوا من الاصناف اللي عند الواد متولي. تشتروهم من السوق باي سعر وتخزنوهم وبعد كده بقى تربطوا السعر اللي انتوا عايزينه. والله فكرة مش بطالة بس لازم تعرف للأصناف اللي هو بيشتغل فيها وتقول لي عليه. مش ده المهم دلوقتي طلع بيه. المهم بقى ان انت تفتح سكة مع قريبه ده. واذا حسيت ان متولي بيعلي علي انت كمان. المهم في الاخر خلي قريبه يرسل بيعة عليك. وعارف كمان يا ريت ايه نشتري البضاعة نفسها اللي عند متولي. طب قول لي بقى يا حدق مين هيشتري البضاعة من حاج متولي؟ ما عرفنا كلنا وممكن يكشف خطتنا. لا انت ما تعرفش دماغي شغاله ازاي طلع بيه. احنا لما مؤاخذه نبعت له ناس هو ما يعرفهمش على انهم تجار جداد في السوق يشتروا منه زي اي تجار تانيين. هم يشتروا البضاعه واحنا ناخدها نخزنها. نصبر بقى شويه لحد الزبون ما الشحطه بتاع البضاعه وبنبيعها بالسعر اللي احنا عايزينه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده انت طلعت ابليس وانا مش عارف. انا عايز اخدمه بس طلع بيه. وبيني وبينك نفسي اخرب بيت الواد متولي ده. ياما وراني انت قصدك ما تعرفش هنا في ايه. الفطار جاهز يا متولي. حاضر يا حبيبتي. انا ملاحظ ان مفيش ود بينك وبين نعمه الله زي الود اللي بينك وبين امينه. انت عايز تجيب الست اللي اسمها نعمه الله دي زي قبل امينه؟ لا ده مفيش وجه مقارنه خالص. اللي اسمها نعمه الله دي يا حبيبي معقده وحاطه مناخيرها فوق مع انها ست جاهله. وبعدين انا مفيش اي توافق فكري بيني وبينها زي اللي بيني وبين قبل امينه. يطلع مين فكري ده بقى؟ يا حبيبي المستوى الفكري اللي هو توازن في التفكير. يعني قبل أمينة ست متفهمة متعلمة بتفهم في حاجات كتير قوي. لكن لما بقعد مع اللي اسمها نعمة طالة دي بقى بحس انها ما عندهاش اهتمامات سطحية ما بتعرفش في اي حاجة. طب ايه رأيك بقى ان أمينة مش متعلمة جامد قوي؟ يعني ده كل اللي خدته الثانوية العامة بس مخها كبير. ونعمة طالة كمان مخها كبير قوي. دي كانت بتدير تجارة جوزها وهو عيان وبعد ما مات كان عندهم أكبر تجارة مانيفاتورة في البلد. وبيني وبينك أنا جوزت نعمة عشان مخها الكبير ده لأني لو قفت قصادها كان ممكن تضرني. طب وأنت يعني عايزني أعمل لها إيه؟ أنا عايز الكل يحبك مش عايزك تشيلي من حد ولا حد يشيل منك. حاضر يا حبيبي أوعدك إني هشوف الموضوع ده. بس بليز أنا كنت عايزك في موضوع تاني أهم. طب تعالي وأنا بفطر نتكلم. تا واحدة واحدة تا تا ايه العتبة مش بيقولوا كده؟ قولي لي بقى ايه الموضوع المهم اللي انت عايزاه؟ على الله يكون خير. هو انا يا حبيبي هقول حاجة غير لما تكون خير ليا وليك؟ شوف بقى يا سيدي انا بفكر اخد اجازة من الشغل لغاية ما ولد. بتاخدي اجازة ليه؟ ما تسيبي الشغل وانت عايزة ماهيتك. لا مش كده بس انت محتاج لي قوي في الشغل وهم انه زمايلي يرعوك وفي نفس الوقت ما حدش فيهم يفكر يربط عليك ضريبة كبيرة. هيفضلوا زمايلك ومش معقول يعضوا في جوزك ولا ايه؟ وخاصة ان جمالي مغرقاهم. واكيد انت عارفة سكت كل واحد فيهم. اللي عارفة عارفة قوي. خلاص يبقى لازمته ايه الشغل والمرمطة بتاعته؟ طب بص بقى انا عندي فكرة كويسة قوي. سمعيني. ايه رأيك لو فتحت لي مكتب محاسبة؟ اهو امسك لك حساباتك وارعي لك شغلك. عايزه تعرفي ايه اللي عندي بالمليم مش كده؟ انا فاهمك كويس. لا انا كده هزعل منك. انت دايما كده تسيء الظن بيا. يا حبيبي انا عاوزك تفتح لي المكتب ده عشان شغلك مش عشاني انا. انا ناويه اتكلم مع زمايلي عاوز اشغل كام واحد فيهم كده عندي في المكتب بعد الظهر اهم يرعونا. وعلى راي المثل يطعم الفم تستحي العين. والله فكره مش بطاله بس مش هنبدا فيها الا بعد ما تولدي. طبعا يا حبيبي. هو انا قلت حاجه غير كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه طمني شغل ماشي ازاي يا حسين؟ والله في حاجه انا مش مستريح لها يا حاج. حاجتي يا حسين؟ السحب اليومين دول من صنفين كتر قوي. ايه هما الصنفين؟
البوبلين والدبلان المشجر. يعني فهمني زاد عليهم الطلب ازاي يعني؟ يعني مرة واحدة الطلب بالجملة زاد عليهم، هما هيقللوا كمية في السوق ولا حاجة؟ لا ما سمعتش حاجة زي دي. بس انت عارف مين اللي بيطلب اكتر؟ في كم واحد جم كده وقالوا انهم تجار جداد. تجار جداد يعني مش هيشغلوا غير في الصنفين دول بس؟ قول لي انت بقى يا حاج. لا معاك حق تقلق يا حسين. تفتكر في حاجة؟ في لعب في السوق. لصالح مين؟ ده بقى اللي هقب واغطس لحد ما اعرف قراره. المهم حددت لي ميعاد معاه؟ امتى؟ ولمحت له ان احنا مستعدين لاي طلبات؟ عظيم. لا لا ما تخافش، انت هتعبك لوحدها. هتيجي معايا المقابله؟ احسن برضو عشان ما يبقاش في حرج في الكلام. طب بقول لك ايه، فوت عليا بعد بكره اكون قابلته وعرفت راسي من رجلي. مع السلامه. ايه الاخبار يا طارق؟ خلاص يا شوقي، حابل محمود جد الله بكره الساعه 12 الظهر في مكتبه. حلو. ولا مؤاخذة كله تمام؟ والله كله على الله. او الحمزاوي بيقول ان هو فاهمه كل حاجه. المهم بقى طلع بيه ان انت تروح له ومعاك الفلوس كلها عشان اول ما يشوفها ينخ ويقول لك اركب ودلد رجليك. لا يا شوقي، الناس دي ما بتقبضش بالطريقه دي، دول لهم نظام تاني تحت الترابيزه، لا من شاف ولا من ديري. جايز بقى طلع بيه، انا مؤاخذه ما بفهمش في الحاجات دي. قول لي احنا عندنا كميه قد ايه دلوقتي من بضاعه الحاج متولي؟ قربنا نملى المخزن. بس انا بقى مؤاخذه طلع بيه، عايزك تمنع الميه والنور على الواد متولي، بدل ما يبيع يجي لك عشان عاوز يشتري، ساعتها بقى تقول له جبرنا. هيحصل ان شاء الله. بقول لك يا شلبي، وقف شغلي في الصنفين دول، مفيش قصقوصه تطلع ولا حتى المحلات. لا النهارده هيقولوا لي البضاعه دي طلعت لحساب مين. امر يا طلعت بيه. اظن صبر الحمزاوي ادى لسيادتك فكره. يعني التشاش زي ما سيادتك عارف يا محمود بيه، احنا ورثه الحاج سلامه ابو الخير وشغالين بسيطه في السوق، وكان في واحد بيشتغل عند خنة دلوقتي بقى اكبر تاجر في سوق المانيفاتوره والقماش. قصدك متولي سعيد؟ ايوه نسيب سعادتك. لا يا طلعت بيه، المسائل دي ملهاش دعوه بالشغل. يا سلام ما شاء الله، انا برضو قلت كده ان سعادتك من النوع اللي يعجبني. هو ايه الموضوع بالظبط؟ للاسف يا محمود بيه، الحاج متولي بعد ما طردناه من المحل عندنا عمال يعض في الايد اللي اتمدت له، وعرفت ان ده طبعا لما بلغني انه اتجوز على بنت اخو سيادتك. ما هو الواطي يفضل واطي يا طلعت بيه. ايوه يا باشا، وبدل ما يشيل الجميل يقعد يحاربكم، مش كده؟ مظبوط يا محمود بيه، عشان كده انا جيت لسيادتك عشان تنصفنا، ويا بخت من نفع واستنفع. امر يا طلعت بيه، انا تحت امرك. عارف مين اللي طلع ورا الموضوع ده كله؟ طلع مين يا حاج؟ طلعت السخاوي واخواته. الله، وش معنى يعني بيلموا الصنفين دول؟ لان الصنفين دول مش موجودين جمله في السوق غير عندنا احنا بس. هم معذورين برضو يا حاج، اصل يعني انا سامع ان شغلهم نايم جدا. وانا ذنبي ايه يا حسين؟ انا ذنبي ايه؟ الناس دي انا وقفت جنبيها في الاول ساعه ما الحاج سلامه مات الله يرحمه، وبعدين لها في الورث كله، وما تدوش بيتها غير فتافيت. جايين دلوقتي عشان يلهفوا رزق انا كمان؟ لا يا حسين، انا من ساعه ما قلت يا هادي قلت كل واحد في حاله وربنا يرزق الجميع، لكن هم ابتدوا ينخربوا في رزقي. لا انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه زياده، حصتك هتاخدها زي كل التجار. يعني ايه؟ عايزين نستنى شهرين لحد ما تصرفوا لي حصتي من البوبلين الصيف هيكون راح. ما انا قلت لك كل واحد ودوره. بس انا دوري ما كانش متاخر كده. هنعمل ايه بقى للظروف؟ طب اشمعنى الظروف دي ما عدتش على طلعت السخاوي؟ ماله بقى طلعت السخاوي؟ انت عارف وانا عارف يا محمود بيه، انا كنت فاكر الشغل شغل
ومالوش دعوه باللي بيحصل في البيوت. وانت لاحظت حاجه غير كده لا سمح الله؟ انا مش بكلمك بصفتك جوز بنت اخوي، لا ده انا بكلمك بصفتك الحاج متولي تاجر القماش. يا ريت يا ريت، احنا نعرف بعض من زمان يا محمود بيه. انا مش فاهم قصدك ايه. افهمك، احنا نعرف بعض كويس قوي، واحنا بينا معامله خد ودي، وانا اديت لكن ما خدش. انت خدت كتير قوي يا متولي، لكن اتبلعنت وافتكرت نفسك كبير ورحت جبت البنت اخويا درتين. ما قلنا بلاش ندخل في الشغل اللي بيحصل في البيوت. وانا كمان ما رضيتش احرمك من حقك، سويتك زيك زي غيرك. لا ما سويتنيش بطلعت السخاوي. اصل طلعت السخاوي ليه سكه غيري، سكه اكبر من سكتي بكتير. سكه اكبر كده يا محمود بيه؟ كده يا متوالي. ماشي، انت مش قرصت قرصتك؟ هنشوف. انت بتهددني يا راجل انت؟ لا سمح الله، وانا اقدر اهددك؟ وبعدين ده احنا اهلي وقرايب، يعني ما يصحش نعض في بعض. على رأي اللي قال، اللي ليه إراد في العيلة يشيل شيلة. ولا أنت ليك رأي تاني؟ سلام. عاجبك اللي مراتك بتعمله فيا ده يا حاج؟ ما أنت برضو مرات يا روح قلبي. بس أنا بقى يا أخويا كافية خيري شري. بقول لك إيه؟ أنا اليومين دول مش فاضل الكلام الفارغ بتاعكوا ده، أنا عندي شغل وهم ما يتلم. أنا مش فاهم إيه اللي بينك وبين مديحة، هي زايدة عنك في حاجة؟ وأنت بتقولي أنا الكلام ده ليه؟ ما تقوله لها هي يا أخويا. أنت برضه العاقلة. ولما أنت متجوز العاقلة، اللي خلاك تروح تتجوز المجنونة؟ نصيبي. عشان خاطري يا نعمة، بلاش تركب دماغك. هي بقى اللي راكبة دماغها. قولها يا أخويا تبطل الغطراسة اللي هي عايشة فيها دي، تجيلي هنا لحد عندي في شقتي، وأنا شالها على دماغي من فوق كمان. ده آخر كلامك؟ يا ريت عندي غيره. شفت يا أمينة اللي أنا فيه؟ أنا ما بشتكيش لحد غيرك. روى أنت بس وما تحملش هم، أنت عارف الستات عقلهم على قدهم. عقلي الاثنين أنا مش ناقص. حاضر، روح أنت شغلك بس أنا هخلص لك عليهم. إيه؟ اضحك ولا يهمك. مش عايز أسمع شكوى من أي واحدة منهم. ده كور يا حاج. يلا على بركة الله، خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. وأنا عندي غير مديحة وما شاء الله. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. عشان بشتري غالي، واللي عاجبه السعر يجي يشيل، ما ينقصوش مليم، والفلوس كاش. مع السلامة حبيبي. أنا عايزكم تسمعوني كويس. شلبي، في الأول قولي أنت عندك كمية قد إيه؟ عندي 120 بلد بوبلين و80 دبلان مشجر. عظيم، هم دول اللي هنبيع منهم بالجملة. إزاي يا حاج؟ والمحلات بتاعتنا تشتغل ازاي؟ صبرك عليا يا حسين، انا هغرقك شغل وهخلي لك الزباين واقفين طوابير كمان. منين بس يا حاج وانت بتقول انهم قفلوا عليك الحنفيه؟ ده شغل انا بقى، شغل انا عليا، انا اجيب لكم البضاعه. في درس اتعلمته زمان من الحاج سلامه الف رحمه ونور عليه، هو اللي فادني في الموقف ده. احنا بقى لازم نعرف ولاد السخاوي هيبيعوا بكام المتر في السوق. احنا نبيع اقل منه قرشين سقف المتر، وبعدها بقى يبقى لنا كلام تاني. تسلم ايدك يا جميل. صدقها بنت الصباح ان صاحبك بقاله يومين بحلاته عماله بتنش. هو ايه يعني؟ ده عنده فلوس متلتله. اه بس عنده كمان مصاريف متلتله. يعني ايه؟ راحت عليه؟ قول يا رحمن الرحيم. وانت بقى
نبك ايه من ده كله؟ الا نبني يا صبوحه. طلعت بيا بيت وعدني انه يديني نسبه من المبيعات، وكمان ايه زود ميتي 20 جنيه. يا ما جاب الغراب لامه. الاهم من ده كله بقى صباح ان انا فشيت غلي في الواد متولي. وهو دريان بيك؟ مش مهم يضرب، ولو مش دريان يا صباح انا هخليه يضرب لك بما يطق ويموت. اللي يسمعك كده يقول الراجل خلاص بيفرفر. بنت اللي كانوا ساندينه هما دلوقتي اللي ساندين طلعت بيه. انت مش بتقول انهم قرايب واحده من نسوانه؟ بس دلوقتي قلبوا عليه. اخص عليهم الله ينعمهم. دنيا ملهاش امان. جريئة صباح، هو الواد متولي ده مش برضه اللي مرضيش يعبرك وخلى قفاك يقمر عيش في يوم الايام؟ يا ريتني سمعت كلامه واتجوزت راجل غني بدل الوقعه السود اللي انا فيها دي. الله 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 الله. جريئة صبوحة، يا بنت ما تضلمهاش، بكره تتعدى اللي بقى لما طلع بيه واخواته يعملوا فرع تاني لمحلاتهم ومحسوبك بقى هو اللي يمسكه. اتصدتي ما تعرفيش هنا في ايه يا صباح؟ على راي خالتي. ووو! لا احنا بنبيع اقل من سعر السوق قرشين سقف المتر. يستلم البضاعه ويدفع بعد شهرين. تعال شيل اللي يلزمك وقول لزمايلك. لا اله الا الله. طب بقول لك ايه، قول لي طلباتك ايه وانا ابعتها لغايه عندك. ماشي، مع السلامة، مع ألف سلامة. بقولك يا نصحي، ما تنساش تقول لزمايلك مع السلامة، مع ألف ألف سلامة. بقولك يا حسين، قول لي الحاج بتاعك تعيد وتاخد غيرها، لو قدمت لغيرك قدمت لك. يعني انت اللي ورا الموضوع ده كله؟ ايه رأيك يا سحسن؟ لو تيجي تشتغل معانا تاني وترجع لمحلك واصلا انا مستعد يلا اكلم لك طلع. ومين قال لك اني محتاج شغل؟ يا تعالى دلوقتي بكرامتك قبل خراب مالطه، ساعتها كل واحد هيبيع ويشتري فيه. بقول لك ايه يا شوقي، انا عمري ما عضيت الايد اللي اتمدتني، وفي حاجه مهمه قوي عاوزك تعرفها، العبره بالخواتيم. كل يا اخويا كل. فرق يعني ايه الحاج متولي بيبيع بسعر اقل مننا؟ يا حبيبي الحاج متولي ما عندوش الأصناف دي. هو قال لك كده؟ خلاص اشتري من عنده. مع السلامة أخويا. شوقي تعال عاوزك. خير يا طلعت بيه؟ الشرنوبي كلمني دلوقتي في التليفون بيقول إن الحاج متولي بيبيع بسعر أقل مننا. يبقى إيه؟ منين يا حصر؟ ده أنا بنفسي يا طلعت بيه رحت الجمعة اللي فاتت أسأل عن المبلين، قالوا لي ما عندهمش ولا أصوص. أمال الشرنوبي جاب الكلام ده منين؟ اهو كلام زي ما بتقول يا طلعت بيه، كلام الواد متولي بس عايز يغلوش علينا في السوق ويعمل نفسه عنده بضاعه والعيار اللي ما يسيبش. انا الفار ابتدى يلعب في عبي، يكونش قريب وده بيلعب بيا ولها في 200 الف جنيه وانطى. انا ما بتحسنش كده. شفت يا اخويا او كلام الشرنوبي طلع مظبوط؟ ايوه طلع بيه، بس اللي مجنني بقى يعني المؤاخذه هو جاب البضاعه دي منين؟ الا بقى ان كلام حضرتك يطلع مظبوط، قريبه لعب القرشين ولعب بكسيه. طب والعمل؟ انا اخواتي كل يوم بيسموني بالكلام، والبضاعه اللي احنا لميناها بالسوق اغلى من ثمنها الاصلي، والبضاعه اللي احنا استلمناها ودفعنا رشوه لمحمود جد الله 200,000 جنيه مرنخة في المخازن، محدش بيقول لها انت فين، خراب بيوت. بلا مؤاخذة بقى مفيش غير حل واحد يا طلعت. ايه هو الحل يا فالح؟ نقلل السعر،
يعني نبيع بسعر الحاج متولي؟ ايوه طلع بيه وماله، بس ده خراب مستعجل. ما هو لا مؤاخذه بقى، يعني الخساره القريبه ولا المكسب البعيد؟ غور من وشي، كانت شوره منيله وما خدت بنصيحتك. له حق الحاج متولي، ما يرضاش ياخدك معاه، منك لله. ادي يا سيدي كل اللي حصل بالظبط. يعني محمود بيه كان ناوي يأذيني بجد؟ دول ربنا ستر معايا. معلش. انما انت جبت البضاعة دي منين يا حبيبي؟ شوف يا استاذ حمزاوي، اللي ربنا كاتب له 60 ما يموتش في 40. ونعم بالله، بس برضه الكل بيسأل، انت جبت البضاعة دي كلها منين؟ شوف، اذا كنت عايز ترتاح وتريحهم قول لهم من عند ربنا. على العموم اذا كان بينك وبين محمود بيه اي سوء تفاهم، انا مستعد اتدخل واصفي النفوس وترجع الميه المجاري. شوف يا استاذ حمزاوي، انا فضلت شاري وما بعتش، هو اللي حاول ياذيني، بس هو اذى مين؟ اذى اللي قبض منه، وطبعا السخاوي مش هيسكت. اكيد السخاوي دلوقتي فاكر ان محمود بيه ضحك عليه واداني نفس البضاعه اللي اداها لي. ايش عرفك؟ نفس الكلام ده بيقولوا طلعت السخاوي. اه، هو طلعت ما غلطش في ظنه، يعني لان اي واحد في مكانه هيظن نفس الظن. لكن الحمد لله اللي عنده عقل وراس عمره ما ينطاس. تسلم ايدك. راجع يا حبيبي. هي رايحة فين؟ ربطك على عين والراس، ده الرأس فني وإحسان. أيوة. عارف، عمري ما اتفرج على فيلم فيه رأس لما أعمل ضحك. أفتكر يوم فرحي أما قمت ترقصي وبطك قدامك زي البطيخة. فرجيني بقى من غير بطيخ، يلا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.